كلم سوق اللي بعده. في هذه اللحظة في الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط السابع في المجموعة الرابعة لفئة البكار الحقائق من مسافة الاثنين كيلومتر في سباق الأصايل الأسبوعي. هذا السباق المميز مع هذه الأسماء والشعارات المشاركة للحفل الكريم وكذلك الجهات الداعمة. أول الداعمين للحفل الكريم شركة بيوفيت البيطرية داعم الرسمي لسباقات الأصايل الأسبوعية وكذلك سناب المحنك وسناب زمول الخليج وسناب شركة بيوفيت البيطرية وجهات أخرى داعمة. شكرا للجميع. أول المراكز هذه سرابة للسيد كردي بن محمد المنخص مع سرابة في أول المراكز وثاني المراكز مزنة حمد بن محمد المري مع مزنة في ثاني المراكز وثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات الضبي محمد بن علي المري واصل مع الضبي في ثالث المراكز رابع مراكزنا القادمة الشهيرة السيد حمد بن سعيد العجبة الحفلة الكريمة وصلت كذلك هذه تشريف راشد بن مبارك المري واصل مع تشريف أي الحفلة الكريمة مباشرة إلى رابع المراكز ولكن اللي في أول المراكز هذه سرابة كردي بن محمد المنخص مع سرابة في أول المراكز والثاني المراكز رامزنا السيد حمد بن محمد المري مع رامزنا في ثاني مراكزنا والثالثة المراكز الغدوم من الجانب الأيمن الضبي محمد بن علي المري وصلت كذلك تشريف راشد بن مبارك المري واصل حفلنا الكريم إلى رابع المراكز ولكن هذه سرابة كردي بن محمد المري مع سرابة في أول المراكز مع هذه الانطلاقة هذه سرابة حفلنا الكريم من الجانب الأيمن أرى الوصول مع مزنة حمد بن محمد المري وصلت كذلك أي الحفلة ابن كريم هذه الضبي لسيد محمد بن علي المري واصل في ثالثة المراكز ولكن اللي في أول المراكز هذه سرابة لسيد كردي بن محمد المنخص من الجانب الأيمن أرى التسلل في هذه اللحظات مزنة سيد حمد بن محمد المري مع مزنة واصل في ثالثة المراكز الضبي محمد بن علي المري ولكن سرابة راحت من المركز الأول سرابة راحت من ناموس هذه اللحظات والانطلاقة ما شاء الله تبارك الله لم تصدر عليها أصدرت الأوامر ما خليتني كمل الفكرة هذه اللي في أول المراكز الحفلية هذه سرابة لسيد محمد الرخص في أول المراكز أداء مميز على هذه الانطلاقة الرئيسية يا المنخص الله يبارك فيها ما شاء الله تبارك الله أداء مميز وأداء رائع مع سرابة كردي بن محمد المنخص ما شاء الله تبارك الله هذه الحفلة الكريمة وين بتروح السلامة أكيد بتروح السنغال إن قلت هانينا والناموس على هذا الفوز المميز الحفلة الكريمة مع كردي بن محمد المنخص وثاني المراكز وصل العطية في اللحظات الأخيرة مع مصيحة وثالث المراكز مزنة لسيد حمد بن محمد المري أو هذه الشانية لسيد حمد بن سعيد العجب وصل أي الحفلة الكريم في ثالثة المراكز تانينا والناموس للجميع 3 دقائق و6 ثواني 28 جزء من السنة تانينا والناموس لسيد كردي بن محمد المناخس.